ثورات متلاحقة في مدينة النجف الملتهبة بالاحتجاجات قادت المشهد إلى وصول المتظاهرين إلى مقر القنصلية الإيرانية وإدرام النار فيها. قوات الأمن التي لم تتمكن من منع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القنصلية على الرغم من إطلاق النار وقنابل الغاز لتفريقهم عادت لتفرض حظرا للتجوال في المدينة، بينما ذكرت مصادر طبية أن نحو 100 متظاهر أصيبوا معظمهم بالاختناق. مصادر إيرانية قالت إن البعثة الدبلوماسية كانت قد غادرت القنصلية قبل دقائق من اندلاع النيران فيها في إشارة إلى عدم إصابة أي من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال حرق مبنى القنصلية. وفيما تم فرض حظر التجوال في النجف، قررت محافظة النجف تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة الخميس على أثر هذا الحادث. وكان محتجون عراقيون في عدة مدن ومنها النجف حاولوا خلال الأيام الماضية التنديد بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي من خلال حرق بعض صور الشخصيات الإيرانية، متهمين إياها بمحاولة السيطرة على العراق من خلال بسط نفوذها على كل مرافق الدولة ومناصبها الحساسة.